نروح لخبر بقى مختلف وحاجة أسعدتنا جدا، وبنتكلم عن الصفقات الجديدة للأهلي، وتحديدا هنتكلم عن الجنوب أفريقي لاعبنا بيرس تاو لاعب الأهلي اللي حصل تحديدا امبارح يعني على لقب لاعب الجولة السادسة للدوري الممتاز. هو حصل على يعني لقب لاعب الجولة السادسة للدوري الممتاز عن جدارة، وخليني أقول لحضراتكم هو نجح في تسجيل هدفين أمام سموحة في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري. لذيذ بشكل لذيذ جدا. وساهم في إنهاء المباراة بالنتيجة 4-1. وخليني برضو أوضح هنا هو ظهر بمستوى يمكن مميز، ناس كتيرة كريم ما كانتش متوقعة من البداية كده إن هو يظهر بيه، لكن هو بنتكلم في 6 جولات لبطولة الدوري يعني العام. و بالنسبة كمان اللاعب هو توج بلقب لاعب الجولة الأولى بعد ما ساهم في تسجيل هدفين كان لحضراتكم فاكرين أمام نادي الإسماعيلي، فإحنا أكيد فخورين بيه وفرحانين إن يبقى صفقات الأهلي كمان ابتدت تبان وابتدت الناس كمان تشيد بيها. دي طبعًا حاجة طبعًا يعني زي ما تقال أد فاليو، فبالتوفيق الجاي كمان. لا الحقيقة بيرس تاو من أول لحظة حط فيها رجله في أول مباراة ليه بتيشيرت النادي الأهلي الحقيقة أثبت جدارة وخطف أنظار كل الناس.